النتيجه ما كتعكسش النتيجه ما كتعكسش الصوره الحقيقيه ديال المباراه. دونك لعبنا خلقنا مجموعه ديال الفرص لم نستثمرها، ما كانتش ذاك النجاح. لعبنا في بناء الهجوم ديالنا كيبدا من الدفاع ومرورا بوسط الميدان، ولكن في لازون تروا منطقه ثالثه غابت على الدراري وعلى اللاعبين النجاعه الهجوميه والفعاليه. دونك وضيعنا مجموعه ديال الفرص اللي خصها تسجل، ما كتضيع بواحد النوع ديال اللي ما عنده حتى شي تفسير. دونك في الانفاس الاخيره استطاع الوداد الفاسي انه يرجع في المباراه ويسجل الهدف ديال السبق، وهذا هو حال كره القدم. دونك عقبتكم الكره في هذا الماتش و سي نورمال. بنادم اللي كتكون كتفتش على انتصار في التالي وما كد اللي كيقول لك اللي ما كيقتلش كيموت، راه دونك حنا ما قتلناش موتنا، هذا هو اللي كاين. استقبال ديالكم ضربه جزاء في الدقيقه الاولى ديال اللقاء واش بعثر لكم الاوراق ديالكم في ابدا اللقاء. بالعكس الاولاد رجعوا والفرقه رجعت وسجلت هدف، انت شفتوا بالطريقه اللي هجمه منظمه اللي وصلنا بها وسجلنا. لكن مشينا في الدوزيام ميطا وكنا كنستناو ذاك الدوزيام ميطا باش اننا العياء اللي بان على اللاعبين، واحد النوع انهم حتى هما كانوا عليهم واحد الضغط باش يربحوا في الميدان ديالهم. حنا استغلنا هذا الشيء ولعبنا وخلقنا فرص وما سجلنا، هذا حال كره القدم. من ناحيه اخرى غياب الجمهور واش حتى هو يقدر يكون من المؤثرات الاثرات؟ ايوا كره القدم لاصوص ديالها هي الجمهور بيان سور. ملي كيكون الجمهور كيعطي واحد النغمه وكيعطي واحد وحنا راه الجمهور ديالنا دائما كيصاحبنا فيما مشينا، ان ما حد لنا وارتاح لنا، وهذاك هو واحد واحد قوه بالنسبه للفريق النادي القنيطري. على مر التاريخ دائما كان النادي القنيطري عنده واحد الركيزه اللي هي اساسيه اللي هو الجمهور ديالو. الحمد لله اليوم ما لعبناش، ولكن الفريق اللاعبين اشتغلوا ولكن ما توفقوش في التسجيل بعد مجموعه ديال الاهداف. دونك خصنا نشتغلوا على هذه النقط، هذا هو. شكرا.